النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية في المملكة التي سنبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية، والتي تشير تقريبا إلى وجود بعض السحب والغيوم التي يعني أثرت وتشكلت خلال الأيام والساعات الماضية، أثرت بشكل أساسي على المناطق الجنوبية للمملكة. كان هناك منخفضا جويا في طبقات الجو العليا تحرك باتجاه شمال أراضي المملكة العربية السعودية. كما نلاحظ هذا المنخفض الجوي يتوقع استمرار مسيره ممتد عن المملكة، في حين نلاحظ خلو سماء المملكة والمنطقة الشرقية للبحر المتوسط من تواجد المزيد من السحب والغيوم. خرائط الضغط الجوي تشير إلى بدء تقدم مرتفع جوي قادم من شمالي الأراضي المصرية تدريجيا باتجاه المملكة، ليسيطر على كامل مناطق المملكة كما نلاحظ، والمنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، مما سيسبب هذا المرتفع الجوي بأجواء مستقرة تماما خلال الأيام القليلة القادمة، حدوث ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة. بالنسبة للأحوال الجوية، متوقع هذه الليلة أجواء رطبة إجمالا، باردة إلى باردة نسبيا، درجة الحرارة 7 درجات مئوية في العاصمة عمان كحد أدنى، تقل عن ذلك طبعا فوق المرتفعات الجبلية. هناك فرصة لتشكل الضباب في ساعات متأخرة من هذه الليلة وفي ساعات الصباح الباكر في بعض مناطق الأودية والسهول الشرقية وبعض مناطق البادية. نهار يوم غد تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بقليل، والطقس يكون مستقر إجمالا في أغلب المناطق مع ظهور بعض السحب يعني على ارتفاعات مختلفة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الخميس والصغرى ليلة الخميس على الجمعة، والتي عفوا نبدأها بأن يوم الخميس 14 إلى 7، يوم الجمعة 15 إلى 7 المزيد من ارتفاع درجات الحرارة، ويوم السبت 16 إلى 8 درجات مئوية. درجات الحرارة في مدن ومحافظات المملكة ليوم غد سنبدأها شمالا من إربد 17-6، في جرش 17-7، في عجلون 15 إلى 7 درجات، وفي مفرق من 17 إلى 6 درجات مئوية. المناطق الوسطى في العاصمة 14-7، في مأدبة 16-6، في البحر الميت 23-14، في الزرقاء 18-7، وفي السلط من 15 إلى 8 درجات مئوية. في جنوب المملكة تكون في الطفيلة 12-6، في الشرع 9 إلى 3 درجات مئوية، في الكرك 13-6، في معان 14 إلى 3 درجات مئوية، وترتفع في خليج العقبة إلى 22 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى ليلا 14 درجة مئوية. شرقا تكون في أرويشت 17-4، في الصفاوي 18-5، وفي الأزرق من 19 إلى 8 درجات مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.